بلا دكتور مصر عبد الكريم أستاذ الاقتصاد. أنت أستاذ اقتصاد والأرقام أيضا مخيفة بحسب تقديرات الخاصة بالأمم المتحدة والتي نركز عليها اليوم. وصل حجم الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة نحو 40 مليون طن. ماذا يعني استمرار الحرب في ضوء هذه الأرقام المرعبة؟ يعني مساء الخير، تحياتي للضيوف وللمشاهدين والمشاهدات. يعني زي ما أسلف أخي محسن والأستاذ غزمي، أظن هذه أرقام صادمة، والحجم الدمار والقتل والإبادة والتهجير والنزوح والمعاناة والإفقار والتجويع، كل هذا يعني أظن يعني محزن ومؤسف وصادم، وهذا بيعكس همجية الاحتلال الإسرائيلي، وأنه الحقيقة أهدافه هي أهداف إبادة وتهجير وتدمير وأهداف سياسية وليست أهداف لا أمنية ولا أصلا هو بخوض معركة ضد المقاومة، لأن المدنيين مليونين مدني فلسطيني في غزة بيعانوا الأمرين، والأمر كذلك في الضفة الغربية. نحن نواجه استيطان، نواجه اقتحامات يومية في مناطق شمال الضفة الغربية، تقطيع أوصال الطرق. فالموضوع أظن التدمير بيعكس هذه الهمجية. لكن السؤال المهم، عندي سؤالين بالنسبة لحجم الدمار يعني وعادة الإعمار. السؤال الأول زي ما قال أخي محسن، أنه في اليوم التالي هل ستعود غزة لأحضان الوطن وترفع الحواجز والحصار عن غزة ويسمح لها بالتجارة الحرة مع الضفة ومع العالم وتصبح جزء من هذه الكينونة السياسية الفلسطينية، وبالتالي تكون هناك عملية انسياب؟ والسؤال الآخر المهم، أنه موقف المجتمع الدولي في اليوم التالي، هل سيوفر الأموال الكافية لإعادة الأعمار، وهل سيضمن، وهذا الأهم، بأن إسرائيل والكيان الإسرائيلي لن تعود لتدمير ما تم أعماره. هذه دوامة ما الذي يضمن الأعمار. هذه نقطة لافتة، وأنت أستاذ الاقتصاد، هل سيتحمل من الناحية المادية أيضا والتمويلية المجتمع الدولي هذه الأرقام الكبيرة التي هي تعكس حجم الدمار الكبير، ولذا هي الكلفة كبيرة الآن؟ شوفوا، المجتمع الدولي بيقدر يمول، إمكانياته هائلة إذا توفرت له الإرادة. يعني أنت تصوري مقارنة بس صغيرة لحضرتك، بتحدث عن إعادة إعمار أوكرانيا بتريليون دولار، يعني كل هذا غير كلفة الحرب. يعني بدك تشوف الأرقام نسبي وتناسب. لا، لكن أصبح الآن مكشوف أمام العالم التناقض في التعامل ما بين ما يحدث في أوكرانيا والحرب الروسية الأوكرانية وما يحدث في غزة. احنا بنحكي صحيح، هذا نفاق سياسي كبير، ولكن بنحكي عن 30 مليار دولار على الاقل كلفي على الاقل، وهذا قد تمتد لسنوات وسنوات. لكن على الاقل يعني يجب ان توفر هذه الاراده الدوليه. يعني اذا الاراده الدوليه غير قادره على انصاف الشعب الفلسطيني والوقف على العدوان والوقف هذه الحرب والاباده ولا جعل الناس يعيشوا بكرامه، الفلسطينيين اللي عندهم يعني كل مواثيق الشرعيه الدوليه بتساندهم، فالأولى على الأقل أنه عندما يقف هذا العدوان ويبدأ عملية إعادة الأعمار، يعني يروح للخيار الأسهل وهو توفير المال. وأنا أظن هذا هو المهم، أنه مش بس توفر المال، أنه كمان يتوجد عندك إرادة لمنع إسرائيل من تكرار ذلك ولجعلها تذعن لاستحقاقات عملية السلام. يعني بدون فتح أفق سياسي جدي يضمن تسوية تاريخية. ابقى معي سيدي.